أطلقنا حملة التبرعات العينية في جميع المحافظة، أرجاء المحافظة. طبعا شكر جزيل لكل أهالي درعا الذين ساندونا وما زالوا يساندونا، ما زالت الحملة قائمة إلى الآن بفضل وجوه الخير، بوجوه الأيادي البيضاء، بوجوه أهل الكرم درعا الذين أقبلوا وساهموا في مد اليد العون لأهالينا المتضررين من أجراء الزلزال. طبعا نحن حملتنا دائما مستمرة ورح نرسل المساعدات اللي جتنا طبعا بشكل دوري وأولي واحدة بواحدة. طبعا قام فرع درعا الاتحاد شبيبة الثورة بجمع المساعدات العينية لإيصالها إلى المناطق المنكوبة التي تعرضت من جراء الزلزال، لجمع هذه المساعدات وإيصالها إلى كافة المواطنين الذين تضرروا من جراء هذا الزلزال. نحن جينا لنساعد أهلنا وعم نجمع تبرعات وأهلنا هون يعني بدرعا ساعدونا ونشكرهم يعني طبعا، ورحمة الله على شهدائنا ورح نظلنا مستمرين بهاي المحنة. نحن اليوم برابط المدينة عم نجمع تبرعات لمساعدة أهالينا بالمناطق المنكوبة، وكان في عدد جيد من التبرعات ونحن مبسوطين بهذا الإنجاز والله يرحم شهدائنا.